المهم كما راكم شفتوا وصلنا لاخر الفيديو الحمد لله يا رب، وهكذا احتفلنا بالربع يعني بدخول فصل الربيع بهذه الطقوس الامازيغيه. الزول في اللون، مرحبا يسون، فيديو جديد ونهار جديد. كما راكم تشوفوا هنا راني نسرق في الجلبانه اليوم، فيديو اليوم سبيسيال لانه راح نحتفل به بدخول فصل الربيع. المهم في بدايه الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتمدوا يدكم تاكلوا شويه جلبانه معايا. المهم نتابعوا هذا الفيديو للاخير وان شاء الله يا رب يعجبكم، فيه لقطات جد رائعه وتعبت فيه بزاف، نتمنى ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. وهذه هي وهانتوما معايا. المهم دوك نروح نرجعوا لصلب الموضوع تاعنا واللي على جالو درت انا هذا الفيديو، هو فصل الربيع. خلاص يعني اليوم رانا يوم 20 مارس، يعني ان شاء الله غدوه 21 راح يدخل فصل الربيع. كاين بزاف ناس يحتفلوا بفصل الربيع في 1 مارس، لا انا نحسب له ياك من 21 مارس الى 21 جوان تعتبر فصل الربيع، 21 جوان الى 21 سبتمبر فصل الصيف، 21 سبتمبر الى غايه 21 نوفمبر ديسمبر عفوا يعتبر خريف، من 21 ديسمبر الى 21 مارس يعتبر شتاء. لذلك اليوم 20 واش نديرو؟ رايحين نحيو هذا الدرياس بالعربيه على ما اظن، ولا النافع هكذا يسموه. المهم حنا نكلم استقبيلت نسوي لاس نغرس ادرقيس، هذا نسميوه ادرقيس، يعني راح نحي الجذور تاعو وراح تشوفوا كيفاش نستعملوهم. المهم هانتوما معايا خلوني باش ما نكثرش الهضره، انا اصلا ما نحبش الفيديوهات الطوال وما نحبش الفيديوهات اللي يهضروا فيهم بزاف، لذلك انا لازم ننقص من الفيديوهات تاعي. لذلك هانتوما معايا. المهم كما راكم تشوفوا هذيك هي عشبة الترياس وهذو الجذور تاعهم، يعني انا نسحق الجذور تاعهم. هذو دوك واش راح نغسلهم مليح ونبيتهم للنجوم تاع اليوم، يعني تبيتوهم للنجوم تاع ليلة 20 وغدوة 21 انطيبوهم. شوفوا يعني المطر راح يعود راح يهود وغدوة ما على باليش المطر ولا لا. المهم الا قدرت غدوة كيفاش نطيب على النار راح نطيبوه، الا ما قدرتش نطيبوه على النار الله غالب. وهذه هي سمحوا لي راها المطر، كنت زعما نحي كتر ولكن يكفي بسبب المطر ما نقدروش نقعدوا هنا برا. لذلك الى اللقاء وهانتوما معايا وان شاء الله يعجبكم الفيديو، خبروني انتوما عن عاداتكم وتقاليدكم كي يدخل فصل الربيع. المهم اصبح الخير ومرحبا بكم في اليوم الثاني، يعني البارح بعد ما بدا هذوك الجذور تاع الدرياس او هذوك الجذور تاع ادرقيس للنجوم رانا جينا لكم في الدوزيام جور، وهانتوما معايا فيديو في الوعر. الزول في اللون، مرحبا يسوان، مرحبا بكم في اليوم الثاني. يعني بعد ما شفتوني البارح نحيت هذاك الدرياس وبيته للنجوم، كانت ليله ممطره. اليوم راكم تشوفوا يعني يوم مشمس ربيعي ما شاء الله، يعني خلاص راه دخل فصل الربيع ولازم نحتفلوا به. لذلك قبل ما تبداو الفيديو يعني خلاص راكم بديتوه، المهم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ودعمونا لايك وتتابعوا هذا الفيديو. ونروحوا نشوفوا حاله هذاك الدرقيس واش بها اليوم، يلا مع بعض. المهم كما راكم تشوفوا هنا يعني انا اليوم راح نطبخ هنا في البريه،
كما راكم تشوفوا. هذا هو الدرياس يعني بعد ما قلعت الجذور تاعو اللي هذه هي كيسموه يعني بيتهم للنجوم البارح، واليوم غادي نطيبه وباش تشوفوا الطريقه تابعوا معنا الفيديو. المهم كيما ولفتوني يعني ديما نطيب في هذيك القربيه، اليوم كيما قررت اني راح نطيب على الهواء الطلق لازم اول حاجه نوجدها هي الكانون، وكما راكم تشوفوا هنا يعني راني حفرناه ووجدناه ودوك نكملوا نطيبوا، تابعوا الفيديو للاخير. المهم كما راكم تشوفوا يعني بعد ما حطيت هذوك جذور تاع اذرقيس باش يغليو باش نفور عليهم هذا الكسكس، ونسيت انه نحط ايضا البيض يغلي معاه، يعني البيض انا نسيته، راني هنا غسلت هذاك الكسكس والان ندير له الملح والزيت والماء يعني نبخه هكذا ونخليه ينشف باش نحطه اي فور. كما راكم تشوفوا هنا ها راني درت له الزيت ونزيد نبخه هكذا بالماء يعني راح تشوفوا في الفيديو. رزمتك ما تشرب كامبليت.
فميديا هذا تحقمها بحال الزيت زيت المرقوة الحمى ليدي دهاني خمى تكني غوا هي الجو فور واخ ايه سلافيتا بغيت نعرض ليدي هذا. المهم كيجي الربيع احنا عند القبائل نعرفوا ادريس معروفين بادريس وخوتنا العرب ايضا في الجزائر لانه احنا الجزائر امازيغيه عربيه وبوش معروفين بالمبرجة او البراج لذلك هذا الدقيق وهذا الطحين وهذا العجين اللي راكم تشوفوا ناجن فيه هو البراج او المبرجة غادي نحضر معاكم مبرجة تذوب في الفم واش استعملت فيها زوج كيسان تاع السميد وكاس تاع فارينة وتبسوها بالزيت حسب ما انتم حبيتو والملح بيانسور باش ما تجيكمش صامتة وتحطوا لها الماء وتكونوا عجينة بيانسور غادي تقولوا الياس شاطر شاطر نطيب البراج الكسرة بركوكس الكسكس اي حاجة تحبوها مرحبا بكم. اكسيون بيونا اكسيون يا بيونا المهم كما راكم تشوفوا هنا يعني بعد ما فرت التفويره الاولى يعني راني نحيتو ورجعت الوش عاود شعلت النار ورجعت الكسكاس باش انه يفور يعني ويسخن وانا راني هنا يعني درتو هكذا بيدي حركته ودوك نعاود يعني كيف فور التفويره الاولى نبخو بالماء والزيت كما راكم تشوفوا هنا حنا هكذا نديرو باش يجينا رطب كما راكم تشوفوا هنا يعني راني نحرك فيه ونديرو هكذا كما راكم تشوفوا بيديا ونروح معكم نكمل العجينه هذيك تاع البراج يعني دوك كي نديرو هكذا نعاود نرجعو للكسكاس باش يفور ونعاود نرجع للمبرجه تاعي كما راكم تشوفوا هنا يعني حطيته قبل ما نرجعوا للكسكاس خليته انه ينشف شويه لانه ما نرجعوش وهو مبلول وجيت للمبرجه تاعي قسمتها الى نصفين يعني لزوج كما راكم تشوفوا الى دويرتين هذيك الدويره الاولى وما تنساوش هذاك الكسكس اللي درتو لازم يكون برعايه رايب صومام صومام من المنتوجات الرائعه سواء الحليب ولا الرايب ولا الياغورت ولا محلاه صمام يعني منتوج بلادي ومنتوج ولايتي وننصحكم بهذا الرايب يجي فنه ورائعه خير من هذوك تاع الاكياس صح غالي شويه على هذوك تاع الاكياس بصح البنه تاعو لا تقاوم صمام او اي حاجه زين بجاوي يجرح ويداوي وما تنساوش المنتوج البجاوي فور. المهم هذه هي الدشره تاعي يعني هذه المنطقه جد رائعه ما لقيتش نقول. المهم نكملوا الفيديو نسرعوا شويه باش ما يجيكمش طويل خلاص ما غاديش نسرعوا. المهم رانا لحقنا هنا يعني بعد ما درت هذوك زوج تاع المبرجه حطيتهم تكوتي جبت الغرس المعجون وحطيت له شويه زيت وبديت نعجن فيه باش نكولو باش نكونوا في دويره وطولني شويه صراحه عذبني كان يلصق بزاف هذيك الطابله ولكن في الاخير درتو وقسمت هذاك البراج الى قطع يعني دوك تشوفوا كلش في الفيديو. كما راكم تشوفوا راني حطيت الكسكس باش يفور الفوره الثانيه عاده انا نفورو 3 خطرات في الدار ولكن هنا النار قويه يعني زوج خطرات وتفور كما شفتوا في الفيديوهات السابقه والان راح نوجد له الزبيب والتمر واللبن وهانتوما معايا. المهم كما راكم تشوفوا هنا يعني هذه هي الدقله اللي جبتها مع الزبيب يعني دوك نوريه لكم نقطعوه الى قطع صغيره وراح نوجدو ايضا معاه اللبن ونوجدو في هذا القصحه. المهم هذه بالقبيليه اسمي استغزلت وفرور نتغزلت وفخار
كيما هذه، يعني هذو في عمرهم اكثر من 30 سنه، يعني كنت ديجا خبرتكم هذوك تاع البيع. حاولت اليوم ندير كل شيء تقليدي، كاين حوايج كيما هذا الموس ماشي تقليدي، ولكن ما على باليش واش كانوا يديروا بكري. بس المزبر ذا ذو مير كانوا يديروا بواحد المزبر، ما على باليش كيفاش تسموه بالعربيه، وامير هو المنجل. منجلكم اليوم وهانتوما معايا. المهم كما راكم تشوفوا هنا راه خلاص فار، وراكم تشوفوا دخل. قدموا لهم الدرياس، هذا هو الدرياس، يعني انا فورته عليه بهذه الطريقه، يعطي له واحد النكهه ويعطي له واحد الرائحه جميله جدا، ولكن ما تستخدموش، تستخدم فقط في فصل الربيع. المهم كما راكم تشوفوا هنا راني خلاص فار، وراني وجدت كيسمه وجدت هذاك التمر، ونروح دوك نجيب هذاك الزبيب راه غير هنا. المهم انا اليوم استخدمت غير الزبيب هذا راكم تشوفوا فيه، واستخدمت هذا، وتقدروا تديروا الجوز، اللوز، هذيك عين البقره، المشمش المجفف، يعني اي حاجه مجففه تحبوها تقدروا تستعملوها في هذا. المهم انا راح نخلطهم وتشوفوه في الشكل النهائي في هذه القصعة، ومن بعد نروح نكملوا المبرجة تاعنا ونكملوا لا فيديو. المهم كما راكم تشوفوا نديروا هكذا الكسكس هو الاول، هذا كاين اللي يحبوا يفوروه كاين اللي لا، انا ما نبغيش نفوره، ونزيد له هذا وتخلطوا، وكاين اللي يشكلوا. المهم هذا يسموه المسفوف ولا السفع، ولا كاين اللي ياكلوه باللبن، كاين اللي ياكلوه بالعسل، يعني انتم حرين كيفاش تاكلوا. المهم كسكس جزائري اصيل، والكسكسي جزائري ويبقى جزائري امازيغي، يعني لازم احنا نركزوا انه الكسكس جزائري. يعني المهم كما راكم تشوفوا هنا، يعني هذيك المبرجه ولا البراج قطعتهم وحطيتهم فوق الطاجين باش يطيبوا بشويه، وهذه هي. المهم كما راكم تشوفوا المسفوف ولا السفه تاعي راهي واجده، درت لها بالكسكس والتمر والزبيب وهذا اللبن، وهذه يعني كنت لي وجدتها وكتبت فيها اسمي وتحرقت. المهم انا تعرفوني عفوي بزاف ونصور اي حاجه، وهذا برتقال، وهذه المبرجة هذيك شوفوا يعني كيفاش طابت فنة ورائعة، يعني ما شاء الله ما خليتهاش تطيب هكذا بزاف لأنه عن النار، والنار حرقتني قاع. وهذا راكم تشوفوا فيه المشروب السحري. المهم احنا القبائل معروفين به، وهانتوما معايا دوك تتلم العائلة وناكلو هكذا بشوية، والليسونسيال وهانتوما معايا. المهم كما راكم تشوفوا هنا الزول في اللوان، مرحبا بكم، هذه هي جداتي. المهم واش حبيت نقول لكم، راكم تشوفوا هنا كي سموه البرتقال، يعني كل سميته لكم، ودوك يعني راهي غادي ناكلو بصح هنا ما على باليش تكون بان مليح. المهم وهانتوما معايا نقول لكم كيفاش يسموه هذا فصل الربع يدخل علينا وعليكم بالصحه والهناء ان شاء الله يا رب، والحمد لله يعني لقنا في ايام مباركه مثل الايام الاولى تاع شهر شعبان المبارك. انا نغلط بزاف بين شعبان، بين رجب وشعبان، لذلك لازم تسعفوني، وقريب ان شاء الله يدخل علينا شهر رمضان بالصحه والهناء، يدخل علينا وعليكم. تحياتي لكل الدول العربيه اللي تابعوني سواء من مصر، تحياتي لماما رويده، تحياتي الماما رحاب الموني وزوجها وبنتها، تحياتي المارو كمان، تحياتي لك الأهل لبنان، تحياتي لك كل الناس أكيد، تحياتي أكيد أنتم أولاد بلادي اللي 48 ولاية ومن الحدادة للحدادة من عند بلاد القبائل ولاية بجاية، هذه هي وهانتوما معايا. Oh,
المهم كما راكم شفتوا وصلنا لاخر الفيديو الحمد لله يا رب، وهكذا احتفلنا بالرابع يعني بدخول فصل الرابع بهذا الطقوس الامازيغية. يعني احنا القبائل هكذا نحتفلوا بالربيع، نحتفلوه كراكم تشوفوا المبرجة والمسفوف ويتو. يعني مش كل عائلة راح حاضرة معنا لانهم راهم ما راهمش في البيت، لكل واحد غايب راني نوجه له تحية، ونوجه تحية لكل مصاغر العائلة، مهدي، وائل، أسينات، فريال، غيلاس، ويوسف، سلسبيل، والبشير، وما ننساوش أصغر وحدة في العائلة اللي هي تيللي. نوجه لهم تحية جميعا يعني ليهم وعائلتهم، نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، وانتوما اللي ما نعرفكمش يعني المتابعين نوجه لكم تحية من أعالي جبال ولاية بجاية. ما تبخلوناش بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتدعمونا بزر لايك، واي محتوى تاع جبل ولا تاع تقليدي تاع زمان حبيتوا تحضروه لكم الجدة تاعي ولا الام تاعي غير كتبوا لنا في التعليقات. يعني والله في مثل هيك اجواء سعيده انا الكلام يروح لي، لذلك نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. وهذا الفيديو درته خصيصا نهديه للفحلة الجزائرية بنت جيجل أم أشرف، يومي اللي قناتها يوميتي مع زوجي في البرية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.